أخبارنا ثقافية. تستهوي هضبة لالا ستي الواقعة على ارتفاع 600 متر من مدينة تلمسان داخل محيط غابي وسياحي جميل، تستهوي العائلات تزامنا مع العطل الصيفية بعد أن عرض خلال السنوات القليلة الأخيرة أشغالا كبرى لتهيئتها وإدماجها ضمن المخطط الخاص بإنعاش الحركة السياحية بالولاية. والمراسلة لعبد القادر الأسهل. تعتبر هضبة لالا ستي بمدينة تلمسان أهم مقصد للعائلات طوال أيام السنة لتميزها بالموقع والمناظر الخلابة، إضافة إلى وسائل الراحة ومساحات اللعب التي وفرتها إدارة الحظيرة الوطنية لعاصمة الفنون والثقافة. نحن سياح جئنا من ولايه القانم بالضبط دائره سيدي علي، وذلك للتعرف على عاصمه الغرب الجزائري ولايه تلمسان، وخاصه نخص بالذكر نحن هنا في منطقه هضبه لالا ستي، انها غنيه بمناظرها الخلابه. حنايا من ارجي جينا من لوساندي وجينا نحوسوا هنا في تلمسان، عجبتنا شابه بزاف، كان كي ولادي كي مولا بيتي، رحنا حوسناها، رحنا المشور، رحنا لوريت، رحنا تاع القلعه هذه. وتلمسان منطقه سياحيه ما شاء الله، وعندها كما يقولوا ميزه خاصه، عندها امور تاع التراث وتاع الثقافه. جينا من قسنطينه، جينا لهنا للافريقي، عجبتنا الدنيا هنا، وقفنا شويه في تلمسان، زفة عائلية، ضرائح مليحة، ناس طيبين مصابين. هي منطقة كما نقولوا مليحة بزاف، ونتمناو تعم على جميع الولايات يديروا مناطق ترفيهية كما هذه. أكثر جينا طول هنا لالا ستي، كما قال لك من ناحية لا سيكوريتي مليحة، وبلاصة فاميليار كما نورمال محترمة هكذا، ومن ناحية الأولاد ثاني هكذا مليحة، يلقاو هكذا جميع حاجة يحوسوا عليها. بسم الله. هي في الحقيقة في هذا المكان لنا فيه مكان أول مكان جميل وفيه الراحة الكاملة. Bon, déjà l'Algérie c'est un pays magnifique qui n'est pas assez visité à mon avis, et il faut qu'ils viennent visiter Tlemcen et les environs et oui toute l'Algérie. C'est vraiment un très beau pays. Moi je découvre petit par petit et c'est vraiment très très beau pays. Très varié, très vraiment je suis tombé amoureux de ce pays. جينا المواطنين من كل 48 ولاية تجي هنايا، ويجوا من الخارج، وهذه العرابة هذه رحنا دايرينها هنايا نستقبلوا بها الناس، مليحة للسياحة يعني في كل حاجة، نساعدوا بها الناس نستقبلوا بها الناس. قبيل الدخول الاجتماعي ومع ارتفاع درجة